السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ننتظر مشاركاتكم عبر أرقامنا للتعليق على ما سنطرحه في هذه الحلقة. لدينا مجموعة من المقاطع مشاهدينا الكرام التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا الأخبار متعلقة بالشأن العراقي. تظاهر المئات من أصحاب المهن الصحية في بغداد أمام وزارة المالية للمطالبة بفتح الدرجات الوظيفية وتعيينهم على ملاك وزارة الصحة. خلال هذه التظاهرات وهتافاتهم السلمية المطالبة بالحقوق، تعرضوا إلى قمع واعتداء من قبل قوات مكافحة الشغب الحكومية. الآن دعونا نشاهد جانبا من تظاهرات خريجي المهن الطبية قرب وزارة المالية في بغداد للمطالبة بفتح الدرجات الوظيفية. من اللقطات التي تابعتموها، لا يبدو أن هناك سلاح مرفوع، أعلام مثيرة للفتنة، للشغب، مثيرة للبلبلة، لا يبدو أن هناك أي من هذه المظاهر التي تستوجب أن يقمع هؤلاء. الآن دعونا نريكم جزءا من القمع الذي واجهه هؤلاء من قبل قوات مكافحة الشغب. القوات الحكومية اعتدت على خريجي المهن الصحية والطبية المتظاهرين أمام وزارة المالية في بغداد. خلونا نشوف هذا المقطع. هذا وقع. دعونا الآن مشاهدينا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في فيسبوك أو في تويتر. حسين علاء يقول: المالية تقمع خريجي الصحة، الأحزاب الفاسدة والحرامية، هذا حق عام ودستوري، الله لا يوفقكم إن شاء الله. تغريدة على نفس الوسم: المالية تقمع خريجي الصحة. فهد يقول: ليش يا وزارة المالية، ليش يا رئيس الوزراء، ليش يا كل وزير لازم منصب بهالدولة هيك يقمع خريجو الصحة اللي معدلاتهم تتجاوز 95%؟ هذه الشريحة المهمة تضرب من قبل قوات الشغب الهمجية. الشغب. بنين جواد تقول: شريحة مهمة بالمجتمع تنضرب وتنهان وهي تطالب بحقها، ليش؟ وآخر تغريدة من شهد الياسري تقول: الاعتداء على خريجي الصحة من قبل الشغب وحكومة تصريف الأعمال بسبب المطالبة بحقهم الذي ضمنه لهم القانون. مع الأسف وصل العراق لهيج مرحلة، واحدهم شهادته أطول منكم، ما مخلصين ابتدائية يضربونهم. المفروض حكومة الكاظمي تحاسب حساب عسير على كل ما اقترفته. معنا اتصال الآن. بكر من الأنبار، تفضل يا بكر. نعم أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نعم أستاذ، العرض بخصوص تعيينات وإطلاق درجات الوظيفية لخريجي المجموعة الطبية لسنة دفعة 21. أنت كنت مشارك بالتظاهرات اليوم؟ نعم أستاذ، متواجدين قادة اعتصام، أعلن اعتصام مثل اليوم القنوات الإعلامية ومن قناة الرافدين. لأن اعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب وإطلاق الدرجات الوظيفية، لكن المماطلة من قبل وزارة المالية ما هو أي استجواب. نعم. بعد تنفيذ دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. شنو اللي صار اليوم يا بكر؟ احكي لي. يعني قوات الشغب يعني صار تصادم بين المتظاهرين من دفعة 21. يعني ماكو استجواب من وزاره الماليه لهالحلابه بعد التوقيع لجلاله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بس ماكو استجواب من وزاره الماليه للاسف، يعني مماطله وتسويف فقط. نعم.
يعني ارجع واسالك على اللي صار اليوم، انتم اليوم تظاهرتوا بطريقه سلميه مثل ما عرضنا المقطع، ما كان مبين اي، ما كان بس لحظه، ما كان لحظه لحظه يا بكر، ما كان مبين اي ملامح لانه انتم حتثيرون شغب، انه انتم دا تسببون فوضى، دا تسببون مشاكل. ليش التعامل وياكم كان، ليش التعامل كان بهذه الطريقه القمعيه؟ ما نعرف يعني هو السبب، ما نعرف يعني، يعني احنا تظاهرات سلميه يعني هذا، انت تعرف خريجي المجموعه الطبيه ارقى فيها بالمجتمع يعني، ما يلجؤوا للفوضى اصلا. نعم. اليوم اليوم احنا بدنا نشوف، اليوم بدنا نشوف اكو مستشفيات بالعراق خاليه من الكوادر الطبيه، وعندنا عمليات هجره، وعندنا عمليات هجره مستمره من كوادر طبيه تترك العراق خوفا على حياتها، يعني عندنا نقص بالكوادر الطبيه والصحيه، ليش ماكو تعيين؟ شنو السبب برايك؟ والله للاسف غير وزاره الماليه وزاره الصحه قبل سنه يعني مجلس الوزراء اوعد التنسيق بين وزاره الصحه ووزاره الماليه ومجلس الخدمه. وزاره الصحه ارفعت كتابيه وزاره الماليه بنقص الكوادر الطبيه والصحيه والتمريضيه. نعم. بس للاسف مماطله، ماكو استجابه لكتاب رئيس الوزراء. طيب. متضمن التنسيق بين وزاره الصحه والماليه، بس للاسف مماطله من الماليه لعدم وجود قرار معزله 22. بكر شنو الخطوات اللي راح تتخذوها مستقبلا في حال استمر الوضع على ما هو عليه؟ الخطوات تصعيديه، واحنا بالتشييد الاعتصام المفتوح لحين تحقيق المطالب ونيل الحقوق. صار لكم ايش قد تتظاهرون؟ اليوم بلشنا اعتصام مفتوح من اليوم الاحد، للاسف ماكو استجواب، وان شاء الله ما في يعني على يعني حسب الرأي انه يعني انتم صار لكم، انتم من يوم الاحد لو انتم صار لكم فتره سابقه تظاهرتوا بنفس الموضوع، انتم جديدين بالتظاهر لو عندكم امتدادات سابقه؟ اي نعم استاذ، تظاهرنا امام مجلس الوزراء، مجلس الوزراء وجه بتعيين المشمولين بقانون 6 لسنه 2000. طيب. بالتنسيق بين وزاره الصحه ووزاره الماليه مجلس الخدمه الاتحاد، نعم. وزاره الصحه اي عرض الكتاب الى وزاره الماليه بنقص الكوادر، لكن وزارة المالية ماذا تتخذ إجراء؟ شلون وزارة المالية برأيك تتخذ إجراء وماكو حكومة وماكو موازنة؟ لا هي نعم هو السبب موازنة، ومجلس الوزراء وجه يعني تعيين يعني تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة المالية، بس للأسف ماكو مماطلة تشوف هاي فيكم، هاي فيكم على الموازنة. اي نعم الا تدري يا بكر، تدري يا بكر انه مو بس انت، مو بس المهن الطبيه والصحيه اللي انوعدوا بالحكومه الماضيه، وعد ايضا اصحاب تخصصات ثانيه ان هم ينشملون ويقر قانون تعيينهم بالموازنه، ومعينتهم الحكومه موازنه 2021 ما ضمنتهم. شنو الضامن برايك انه انتم سيتم تضمينكم ضمن الموازنه الجديده اذا اقرت؟ خاصة واكو تجارب سابقة انه هاي الحكومة ما تفي بوعودها، شنو الضامن بالنسبة لكم؟ الاستاذ احنا تعيين مركزي مثل ما تعرف حضرتك، قانون 6 لسنة 2000 يعين ذوي المهنة الطبية والصحية والتمريضية وفقا قانون رقم 6 لسنة 2000، يعني تعيين مركزي. تمام. يعني احنا طيب. ابسط حقوقنا ما جعل حضرتك. اذا نعم انا اشكر حضرتك بكر، اذا الموضوع يرتبط بالموازنة، حكومة صار لها أكثر من 8 أشهر لم تشكل، ليش؟ لأنه أكو أحزاب فاسدة تتصارع على المناصب، وبعضهم ينسحب ويريد يطلع بوجه بطولي، وآخر متمسك بالحكومة وتشكيلها، وآخر يريد يعيد الانتخابات ويعيد إجراء هذه العملية وتغيير قانون الانتخابات وغيرها، كله هذا اللي ذكرته بعيد كل البعد عن مصالح المواطن وعن متطلبات الحياة المعيشية للمواطن العراقي ومستلزماته وأولوياته، هذا كله مو مهم، المهم شلون يأخذون الامتيازات من الحكومة القادمة، مو مهم الموازنة تتأخر، اكو فلوس دا تدخل الخزائنهم من بيع البترول والموضوع مو مهم بالنسبة لهم، تقر موازنة ما تقر، الناس تموت من الجوع، ماكو تعيين، هذا الموضوع ثانوي بالنسبة لهذه الأحزاب. الموضوع يا جماعة عبارة عن سلطة تريد المصالح الفئوية والحزبية والخارجية أولا، ثم بعد ذلك يترك الفتات لأبناء هذا الوطن.
محمد من امريكا، تفضل يا محمد. الو، السلام عليكم، احيي قناه الرافدين البطله. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. ما يريدون الشعب ينهض، كفيلك الله، ما يريدون يعني تعيينات للشعب العراقي، هم ملتهين بالتهريب، مخدرات وقتل تسليب تهجير، هم هذول شغلتهم. كفيلك الله، ذول هم عصابات كلها. محمد الحلبوسي لازم الرمادي يكتل بالعالم، لا ضابط محترمينه، الشريف ما يريدونه، الشريف يشتغلون ما يريدون يقتلوه، كفيلك الله، هي عصابات تابعه لايران. الميليشيات تابعه حزب الله وغير حزب الله، والعصايب وغير العصايب، ذول تابعين كلهم على ود الخايبه، ذول بالنجف وغير النجف وكربله والبصره الحبيبه، كفيلك الله، ذول كلهم ضد الشعب العراقي. اصحى يا شعب، اصحى، وين؟ وهذا ابو الاصلاح مختدي سحب روحه، هاي لعبه سياسيه ايرانيه قذره حشر، لعبه قذره، هو مثل الطفل سحب روحه ومرجع روحه. كفيلك الله، هذا كله مخطط ايراني، ما يريدون الشعب العراقي ينهض، ما يريدون العراقيين يصيروا رؤوسهم خير. كفيلك الله، يجي يطلعون الحرب الثمانينات، والله العظيم بروس العراقيين يقول بعدنا لو 20 سنه منعوف العراق، لان دمره قاعده للاسراف. هو شبقه بالعراق، هو شبقه بالعراق اليوم. العراق من أسوأ دول العالم، من أخطر دول العالم على المواطنين اللي عايشين به، لا فرص عمل، لا خدمات، لا أي مميزات لحياة كريمة للمواطن العراقي. شبقه بالعراق، شبقه بالعراق وراء 19 سنة من حكمهم، ذول اللي دي يحكمون اليوم. سادة محمد، والله العظيم نازحين، هل لو بخير ترجعهم محمد الحلبوسي، ويتهجمون على اخوه، يتهجم على الضابط، يتهجمون عليه ويقتلوه قدام العالم. كفيلك الله، هذا مخطط ايراني، محمد الحلبوسي بعيد عن هذا الموضوع، بعيد عن هذا الموضوع. اليوم انا السؤال باختصار اريد اجابه، شنو معنات انه انتخابات تخلص بغض النظر هم على وضعيه الانتخابات والتزوير اللي صار بيها ونسبه المشاركه وغيرها، لكن شنو معناها انه انتخابات تصير حتى لو شكليه 8 أشهر وما تتشكل الحكومة بسبب الصراعات، وكلهم يقولون احنا نريد الوطن، واحنا مصلحتنا الوطن اهم شيء، مصلحة الوطن، همنا الوطن. اذا كلهم هيك وطنيين وشرفاء، حكومة 8 أشهر ما تتشكل، موازنة مال 2022 حتخلص السنة، احنا اليوم صرنا 1/7 تقريبا، شهر السابع، 7 أشهر من عام 2022 وماكو موازنة، شؤون العالم، اعمال الناس كلها متوقفة، لا مشاريع تقر، لا تعيين يقر، وغيرها من أمور متوقفة على الموازنة. 8 أشهر وأكثر وماكو حكومة، وين صايرة هاي بالدنيا كلها؟ استاذ محمد عزيزي، هذا مخطط كفيلك الله إيراني فارسي، هم ذولا شلون حاطينهم الشجرة ساحبين مقتدى حاطين ذاك الله. كفيلك الله، لعبة إيرانية حشا قذرة، كفيلك الله، هم يريدون يدمرون العراق. شكرا محمد، اشكرك من امريكا، شكرا للمشاركه. قاسم من السماوه، تفضل يا قاسم. السيد قاسم من السماوه موجود؟ ماكو. طيب خلونا نشوف مشاهدينا من مصائب احزاب السلطه، وما الذي وصل اليه او الى اي حال وصل اليوم الشاب العراقي، المواطن العراقي بشكل عام، لكن خلونا نتكلم بشكل أخص عن فئة الشباب. نروح وياكم إلى محافظة النجف. ناشط عراقي وثق حال شاب في مقتبل العمر يفترش الرصيف للنوم وسط هذه العواصف الترابية، وسط الجو القاسي الحر الشديد، يفترش الأرض منذ سنوات، مو أيام، سنوات. هو يعمل عتال في النهار ويعتبر الرصيف بيته الوحيد. ليش؟ لأنه ماكو مسكن خاص به. سؤال يطرح إلى محافظة النجف وتحديدا المحافظ الجديد ماجد الوائلي من التيار الصدري، الإصلاح وين في هكذا حالات؟ خلونا نشوف هذا الشاب العراقي في عام 2022 في بلد من أغنى بلدان العالم، المفروض في بلد النفط والمليارات، شنو حاله؟ شاب عراقي بالجزر الوسطية نايم بهالعاصفة الترابية قرب مستشفى الصدر التعليمي في محافظة النجف، ليش؟ السلام عليكم. الله، الله يساعدك. مرحبا. شلونك؟ شو اسمك؟ أحمد. أحمد؟ إيه. يا موالي. إيه، ما تسعين.
ايش عندك هنا بالعاصفه ترى؟ والله بيت ما عندي. بيت ما عندك؟ لا لا شغل. لا عمل؟ لا عمل. وانت هنا أنا قاعد؟ اي والله. حسبنا الله ونعم الوكيل. احمد عايش بالجزر الوسطيه. بهالعاصفه لا زواج، لا مستقبل، لا راتب، لا لا لا، ليش؟ ايش تشتغل انت؟ قد تحصل بالعربانة؟ والله ما حصل بيها. ما تحصل؟ ما حصل. حتى بالعربانة ما تحصل؟ شو بعد ما بيهني. هاي رسالة للمسؤول في محافظة النجف الأشرف، بدل ما تضيع لك 4 ساعات الحديث مع محافظ النجف أبو قدوس ماجد الوائلي، بدل ما تضيع لك 4 ساعات من وقتك وأنت رئيس وحدة إدارية ومحافظ للنجف، تروح تدور لي فد مكان بعزيمة بالحيدرية بالنجف، مثل اليوم انتشرت صورك رايح البيت قاعد لك 4 ساعات مضيع من وقتك لخدمة الشباب، لخدمة المشاريع، النجف من سيء إلى أسوأ، وين تريد توصلونه؟ هاي الشباب الله يحفظهم لا عمل، لا زواج، لا رعاية، لا مسؤولية. شو نقول؟ الشباب اتجهت للمخدرات ليش؟ الشباب اتجهت للانتحار ليش؟ يوصل إلى مرحلة يأس. إحنا ما نشجع على الانتحار ولا المخدرات، بس إيجاد فرصة عمل لهم حتى يتزوجون، حتى يكونون أسرة، حتى يكونون شباب يخدمون هذا البلد بالصورة الصحيحة. أنت وين تريد تودونه؟ حكومة ماكو من شهر 10 الماضي ولحد الآن تتكالبون على السلطة وعلى المناصب، وهذا البلد تايه. الاقتصاد خربان، الأسواق مرتفعة، الفقر والبطالة. مشاهدينا نرجع بعد شوية لنكمل الحديث عن وضع شباب العراق في محافظة النجف بالتحديد في هذه المقاطع، لكن ناخذ أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد. حيا الله أبو عمر، كل الهلا. وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله مشاهديها. الله يسلمك، تفضل يا أبو عمر. الله يعزك أستاذ محمد. بالنسبة لموضوع الخريجين المهنيين، الخريجين المهنيين بكل العالم إذا كانت في الشرق وإذا كان بالدول الغربية، يعني الحكومات يعني سنة من بعد سنة تنتظر هذه الكفاءات وهذول الخريجين اللي يتخرجون عندهم، هذول يعني ذات عقاب، ذات فهم، ذات عقول، يعني خير قدم للبلد وليا شعوبها والحكومه، وايضا تستفادون من عندهم الدول المجاوره اللي قريبه عنهم والعلاقات معاهم، لان ذول ناس تعبانين عن نفسهم، يدرسون فدراستهم تكون شاقه ومتعبه في السنين اللي يمرون بها. فهذول الكفاءات يعني دائما الحكومه اللي هي لهم يعني اماكن عمل، فرص عمل، كل حتى باختصاصه اذا كان يعني بالشرق قلت لك، واذا كان الدول الغربيه الا بالخريجين من 2003 ولحد الان استاذ محمد، يعني حكومات يعني اذهب قول يعني ممكن سنه سنتين ثلاثه اربعه خريجين اللي تخرجوا ناس كفاءات يعني لهم مكانه لهم. طيب أبو عمر ماشي بس لحظة أبو عمر، هسه إحنا عرضنا مقطع على الشاشة لشاب عراقي من محافظة النجف نايم على الرصيف، ليش؟ لأن ما عنده وظيفة وما عنده راتب تصرفه الدولة إليه حتى يعين نفسه، وما عنده مكان يأويه، فنايم على الرصيف لأنه الدولة ما موفرت له سكن، ما موفرت له راتب رعاية اجتماعية أو غيرها محترم يساعده إلى أن يلقى وظيفة، ما منطيته وظيفة حتى يتعين. ذولا أصحاب المهن الطبية وغيرهم من الخريجين اللي كل يوم دي يتظاهرون أيضا هم بلا وظائف، كثير منهم ما عندهم وظيفة، بعضهم يعمل كاسب، بعضهم يعمل أعمال حرة في سبيل بس يسند نفسه. هذا اللي شفناه حالة ما يختلف عن حال هؤلاء كثيرا، هم أيضا ما عندهم رواتب، أيضا ما عندهم حق في هذا البلد. يعني ليش شريحة الشباب بالذات اليوم مستهدفة؟ ليش نلاقي اللي ما عنده ظهر، اللي ما عنده حزب وراه يعاني يتظاهر ويضربوه، أو ينام على الرصيف، أو ما عنده شغل، أو يروح يدمن المخدرات، أو يلتجئ إلى طريق المشاكل حتى يعيش حتى يكسب فلوس؟ ليش ماكو اهتمام بالشباب؟ أستاذ محمد هي سلطة
احزابي افضل في العراق من 2003 لحد الان. كنا احنا نعرف ان الحكومات اللي حكمت العراق ما ضرت للشعب العراقي من خيجها يعني من مطالبه حقوق الشعب على هاي الحكومه الفاسده، وكل الحكومه اللي حكمت يعني ماكو فد نظريه نقدر نقول بانه هاي الحكومه قدمت يعني ابناء شعبها يعني من بطاقه قوميه، تحسين بطاقه قوميه، تحسين وزاره الصحه، تقديم خدمات لهم، قدمت رجعه الزراعه، قدمت المياه، فكل هاي الامور انه المهمه ما قدمتها، بس كيف انه تقدم للشعب يعني اللي كل الشباب العراقيين من اللي قاعدين يتظاهرون ما لهم حرقه وقلب يعني نقدر نقول يهتمون بهذا المواطن وبهذا الامر او بهذا الشان. ابو عمر باختصار اريد منك جواب على سؤال، انه اليوم المظاهرات اللي دا تطلع دا تطالب بامور ثانويه عن المطلب الاساسي اللي كان رفعوه شباب تشرين اللي هو اسقاط النظام. اليوم اللي دا يطالبون بالخدمات او اللي يطالبون بالتعيين او انه هو يتحول الى عقد او غيرها او كهرباء، يعني هاي المظاهرات الخدميه، هل تعتقد بانه هاي ممكن تحل ازمه الازمه اللي دا يعيشها العراق؟ هل المطالبة بتوفير كهرباء على سبيل المثال أو الحصول على فرصة عمل فقط دون الالتفات إلى وضع العراق بشكل عام ممكن أنه يعالج المشاكل من جذورها؟ لو حيكون حل ترقيعي قد يرضي صاحب المطلب لكنه حيخليه يعاني من أمور أخرى مع مرور الزمن. أستاذ محمد هم كلهم دائما احنا نسمع من هاي الحلول الترقيعيه وليست حلول جذريه نقدر نقول، لانه الحلول الجذريه لها اساسها ولها بداياتها ولقطاتها من هاي الحكومه لها جد يعني تقدم كبناء مستشفيات، بناء الانميه اللي جت، كل هاي الامور هي راح شباب للبناء وللتطور وللتسجيل، فكل هاي الامور ما موجوده امام الحكومه، ما موجوده امام الشعب العراقي من ينظر، فهاي كلها اكاذيب ويعني حلول ترقيعيه على مود بانه الشعب انه احنا راح نسوي فلانسي فلانسي، فالشعب بعد ما يصدقهم احنا. شكرا ابو عمر، وصلت الفكره، نعم شكرا. ناصر من بغداد، تفضل يا ناصر. مرحبا استاذ محمد. حياك الله ناصر، كل الهلا. استاذ محمد، هذا الشخص اللي انعرض الشاب أي. طبعا هاي حالته يعني معيبه على الدوله ومعيبه على الشعب. هذا اول واجب تستخدمه لازم وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه تتبع. نعم. بعدين هو نايب محافظه مقدسه. المراجع الدينيه بالنجف. زين المراجع يعني احيانا يقولون احنا عايننا على الفقراء. اذا هذا الفقير نايم يمكم ما قدرت تعينوا له، ما قدرت تسمعون، احنا عيبنا وعتبنا. طبعا طب انت فتحت موضوع انا اريد اسال بيه سؤال. طلبه الحوزه العلميه اللي يجون من خارج العراق من جنسيات مو عراقيين يجون يدرسون بالنجف وكربلاء، توفر لهم هذه المحافظات وتوفر لهم هذه الجهات الدينيه مساكن مجهزه بكافه احتياجاتهم من ماء وكهرباء وطاقه وغيرها، حتى جنط انتهم. طيب ذولا اولى بهذه الامتيازات وبهذا المسكن وبالكهرباء والمي لو ابن البلد؟ مو المفروض الحكومه ثم الجهات الدينيه المشرفه على هؤلاء انه تلتفت الى حال ابناء العراق، شباب العراق اللي دينامون على الرصيف، نساء العراق اللي دينامن على الارصفه، ترى مو بس الشباب، نسوان او اطفال هني نامن على الارصفه، واحنا عرضنا هذه المقاطع، مو الاولى النظر الى حال ابن البلد وبعدين نشوف الغريب ممكن نقدم له لو لا حسب الامكانيات؟ استاذ محمد اذا تسمح لي. تفضل. المرجعيه تريد دعايه اعلاميه، تريد اعلامها يوصل انه عتب عليها، هي مقصره ويا الشعب العراقي. مقصره كلش والله العلي العظيم، بس عندهم هذه شفنا الهلال عقب باكر، شفنا الهلال باكر يشوفون الهلال، بس ما يشوفون هذا اللي متمدد على الرصيف وما عنده احد. فما اريد اقول لك انا الله ينعلهم، لا، بس الله لا يوفقهم. انت اذا رجل دين خاف الله، خاف على هذا الفقير، تفقده لك بأجر ولك بثواب. طيب. مو والله
سيد ناصر أنا أشكر حضرتك. نعم أشكر حضرتك، وصلت الفكرة حقيقة. النجف من المحافظات العراقية التي تعاني، رغم أن هناك المراقد، رغم أن هناك الزيارات الدينية والمليارات أو الملايين التي تدخل إلى العراق بسبب هذه الزيارات، والمفروض هذه المحافظات تكون من أغنى المحافظات العراقية، ويعيش أبناء هذه المحافظات أو من يسكن فيها حياة مرفهة، لأنه هي مركز ديني، المفروض هذه الأمور اللي تصير بالعراق أمور حرام، لكن دعونا نريكم جزءا من هذا الحرام. هذا الشخص في مظاهرة للعاطلين عن العمل قرب مجلس محافظة النجف ادعى قائلا، هذا الشخص، بأن والدته بالتيار الصدري، عضوة بالتيار الصدري، قامت بالواسطة بتعيينه على ملاك الدولة. هو رجل بلا شهادة وتخرج من محو الأمية فقط. تحدث وفضح محافظ النجف الصدري ماجد الوائلي الذي بحسب ما يقول يسرق درجات الخريجين، يسرق حقوق أهالي محافظة النجف، يحولها لصالح تياره الفاسد. هذا الشخص تحدث عن العقلية التي يدار بها العراق منذ عام 2003 لغاية اليوم، وطريقة التعيين بالمحسوبية والواسطة اللي يتم التعامل بها، ومن يتعامل بها هو شخص يدعي الإصلاح. خلونا نسمع جزء من هذا الحديث. أنا رجال خريج بداية، يعني ما حمية، تعينت بفضل والدتي، والدتي بالتيار الصدري تعينت بالواسطة. هاي الناس كفيلكم العباس، أنا موظف وموجود وياهم، خوش بالطلعة شفت هاي الناس بالشمس جيتهم، كفيل عباس يريد يفصلوني باوع لماجد. ماجد الوالي أنا أعرفك حق المعرفة، أنت قضيت علينا بالصلاة، صلاة الجمعة كل شيء ما شفنا منك، خلنا أسولف لك سالفة، اسمعني، قضيت علينا بالصلاة، أنتم تدعون بالإصلاح وأبونا منكم الإصلاح، كفيلك العباس دمرت الشعب، كان سيد لو ذاك كفيلكم العباس مولدنا، إجا هذا يندعي بالصلاة وبالصوم. هاي العالم شاف الخريجين هاي كلها واقفة، إحنا كان عندنا واسطة تعيننا، هواي تعينونا نفسي وأكثر من عندني، حصلنا إي والله حصلنا، اسمعني اسمعني اسمع من عندنا أروح لك فدوة، حصلنا احنا تعينات شان هذول ما عندهم ما يلتقون باحزاب ما منتم طبعا العهده على القائل وعلى المتحدث. دعونا الان نشاهد بعضا من التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع في فيسبوك. حج حسين يقول معروفه اللي عنده واسطه يتعين ويقعد بالبيت ويجي راتبه للبيت. عندنا تعليق من جمانه، جمانه تقول هو اكو تعيين ببلاش كلها بفلوس والما عنده مقضيها بس نوم، خطية يحس بمعاناة الآخرين، حسبنا الله ونعم الوكيل. سرمد العراقي يقول أصلا بؤرة الفساد هم من التيار الصدري، فاسدين ولديهم عصابات وفرقة اغتيالات منتشرة لكل من يقف أمامهم وعلني. عندنا تعليق من قيصر يقول بلدي حكمه هالهمج الرعاع لا خير فيه ولا نرتجي الخير منه ويبقى مصيره مجهولا إلى الأبد. خلونا نشوف الموضوع الوراء، وحقيقة هي أصوات ومناشدات، ونتمنى هذا الموضوع ينحل لأنه العراقيين يعانون في الداخل والخارج. طبعا أنه أمر محزن حقيقة أن يرى المواطن العراقي الشريف الغيور اللي ينتمي فعلا قلبا وقالبا إلى هذا البلد، أنه يشوف وضع بلده والحالة اللي وصل إليه بهذا السوء. من ضمن الأمور اللي ينقهر عليها المواطن العراقي هي الخطوط الجوية العراقية، تردي في الخدمات، فساد، محسوبيات، رشاوة في عصر حكومات الاحتلال، والمطار انباع، تجزأ وانباع، كل جهة أو كل مجموعة أخذت حصة من هذا المطار فدمروها للخطوط الجوية العراقية، الطائر الأخضر. هذا الشعار كان يضرب به المثل سابقاً بالنسبة للخطوط الجوية العراقية لعراقتها ومستواها، الآن أصبح محط سخرية وتهكم بسبب الحكومة والقائمين على هذه الشركة الذين أساءوا لتاريخها وجعلوها من أسوأ شركات الطيران في المنطقة والعالم بعد أن كانت الأولى في الشرق الأوسط. مسافرون عراقيون في مطار صبيحة الدولي في مدينة اسطنبول التركية شكوا من تأخر رحلتهم في المطار
من اسطنبول المتوجهة من اسطنبول إلى بغداد، وهم أصحاب تذاكر. بعد أن أبلغتهم الجهات المسؤولة عن الطائرة أن الطائرة امتلأت، وقالوا لهم بالمصطلح قبطت الطيارة، قبطت الطيارة هو صاحب تكت، فتأخر طيارته من الساعة 9 مساء للرابعة فجرا دون أي تعامل آخر، دون أي تعويض للمسافر اللي تضرر بسبب التأخير. خلونا نشوف ونرجع. بالتسعة أنه تأجلت كنسل، قالوا صارت الطيارة بالثنتين، وبالثنتين نص راحوا وذول النص يقولون والله الطائرة قبطت وقاصين تيكتات وعدم تذاكر، هو يقول والله قبطت الطائرة. شنو الخربطة صارت؟ خطوط الجوية العراقية حاجة تذاكر للمواطنين مطار صبيحة باسطنبول بتركيا، وحسب ما فهمونا قالوا الطيارة قبطت، ما ندري احنا راكبين بكية قبطت او مطار محترم او شركة محترمة. وتركوا المواطنين وعزلت المكاتب مثل ما تشوفوها فارغة، طلعوا الموظفين وتركوا الناس واقفين، ما حد يعرف شو يسوي. مطار سبيحة يبعد 100 كيلومتر عن اسطنبول، وتركوا الناس ساعة واحدة بالليل، ولا نعرف أحد يرد علينا ولا جواب، ولا موظف بالخطوط الجوية العراقية ولا موظف تركي ولا واحد بالمطار. مهزلة، مسخرة الخطوط الجوية العراقية، وإذا صايرة بدولة بالعالم خلي واحد يجي يقول لي ما صايرة. وحطيكم دليل مثال، طبعا الرجل يتحدث بألم وهو دا يشوف انه الخطوط الجوية العراقية الرسمية، احنا مدى نتكلم عن شركات خاصة، مدى نتكلم عن فلاي بغداد وأور للطيران وهي الشركات اللي هي شركات أهلية تعتبر، نحن نتحدث عن ممثل العراق الخطوط الجوية العراقية. في مرة من المرات وحدثت معي شخصيا، تأخرت رحلتي بسبب ظروف جوية، بسبب الثلوج، طبعا كنت أسافر على الخطوط الجوية التركية الرسمية، تم تعويض كل المسافرين بالحجز في فنادق، وأقرب رحلة حدثت في اليوم التالي وتم وضع جميع المسافرين في الطائرة وتأكدوا من هذا الموضوع واعتذروا شديد الاعتذار عن هذا الضرر الذي سببته ظروف جوية ليست لهم علاقة بها، ومع هذا حجزوا للجميع فنادق وغرف لكي يرتاحوا إلى أن يحين موعد الرحلة القادمة. هكذا تعاملت خطوط جوية حكومية أخرى وليست العراق. دعونا نشاهد بعضا من التعليقات اللي وردت بشأن هذا الموضوع. أم علي تقول: العراقي وين ما يروح هيبته معدومة للأسف من وراء الحكومة العراقية. تعليق عندنا من عبد يقول: يوم بعد يوم تثبتون للناس أنكم غير مؤهلين للقيادة وإدارة شؤون البشر. أياد يقول: لعد طيران فلاي بغداد بعد أسوأ، خاصة بالمواعيد والحجوزات. مع الأسف لم تبقى أي مؤسسة عراقية لم تدخلها الفوضى والخربطة والتسيب. وعندنا تعليق من سلوى تقول: لا والله لا صايرة ولا دائرة. أوكي، يصير تأخير الطائرة تتأخر، بس ما لتقبط هاي ما صايرة، ويتركون الناس ويروحون، والله مهزلة. خلونا نسمع حديث أبو أحمد من الأنبار. تفضل يا أبو أحمد. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا العزيز، احنا يعني نبارك بجهودكم للحلقات المتتالية لوضع العراق اللي يمر به المعاصي من جرائم، من فساد، من مشاكل داخلية وخارجية، لكن الأمور يعني جاي تحدث يعني صراحة يعني عند لها جبين. نعم. يعني مثلا الموضوع هذا الشاب اللي بمظاهرات بالنجف، احنا بنرجع شوي لي ورا بعدين. لا لا خذ راحتك، علق على الموضوع اللي تريده، ماكو مشكله، تفضل. اشكرك اخوي العزيز. بالنسبه للابن هاي البرلمانيه اللي من النجف، هي بالتيار الصدري، ما قال برلمانيه. نعم واضح الشيء، واضح مبين يعني. طيب. ماكو، هو مسؤول بالدوله او بالحكومه. على كل حال فاخي العزيز، هذا وضع العراق. طبعا هو من نطق، ما نطق يعني هبه من عنده او كا
كرامه من عنده، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي نطقه. هذا الله سبحانه وتعالى ده يفضحهم، يفضحهم يعني شلون يقول من حالهم، يبدون يقول يعني قال اني انه امي وظفتني او امي اللي جابتني هالمكان هذا المنصب. هذا يعني يدعو الى انه العراق بحاله الى يرثى لها. ليش هاي الناس اللي جاي تتابع الحلقه اللي احنا صرنا نشوفها او برنامجكم الكريم، هل يعني ما جاي يفهمون الموضوع شنو؟ الموضوع الاخر يعني شوف حالتين، واحده ما تشبه واحده، او نقول فرق شاسع. الشاب اللي قاعد بالشارع والعاصفة الترابية فوقها ولا عنده مكان يقعد بيه ولا مكان يسكن بيه، يعني الناس هذا لو عنده هذا لو عنده أب بالتيار الصدري أو ويا حزب الدعوة كان نام على الرصيف؟ والله يا يعني ما يطلع الشارع أصلا، مو بس ينام، ما يطلع من على الشارع. احنا حاليا بوضع يرثى له وضع انا بس اريد اسال سؤال حقيقه لهذه الحضرتك، واتمنى يعني انه من ينتمون الى هذه الجهات اللي يأيدون ذول الاحزاب، هاي الاحزاب، انه هم جاءوا حتى يخلصون مثل ما وعدوا العراقيين، حتى يخلصون العراقيين من الدكتاتوريه ومن النظام البائد ومن البعث القمعي ومن صدام الدكتاتور. طيب انتم ايش قدمتوا في المقابل؟ السؤال هو انه اليوم لما نشوف احزاب اسلاميه تباوع على ابناء العراق ينامون على الرصيف، تشوف بان معدلات الفقر بحسب البنك الدولي حتوصل الى 50% من العراقيين، نسبه البطاله بين الشباب اكثر من 30%. طيب هاي الارقام انتم ايش قدمتوا للعراقيين حتى تعوضوهم عن الظلم اللي كانوا عايشين به طيله السنوات الماضيه؟ انتم المفروض مرحله افضل، انتم صرتوا اليوم العراقيين دي يقولون انتم اسوأ من السابق. اخي العزيز موضوع هذا موضوع واضح، يعني هم يعرفون نفسهم شنو هم، مين اجوا وين صاروا. لا يقيسوا قياسهم بالنظام السابق، يعني فرق شاسع من السماء للارض. هؤلاء يعني جو على مكان، يعني شلون تقول واحد اجى وقعد بسكن كامل جاهز مؤثث من كل شيء. كذلك ذولا نفس الحاله، ما بنوا قصر، بنوا قاعد مؤتمرات، بنوا مطارات جديده حديثه، مطار بغداد، وانت جاي تشوف هسه جاي تحكي علي نفس الحلقه. نعم. شنو اللي قدموه للشعب؟ ما يقدمون اخي، ذولا جايين لغرض خدمه بلدان خارجيه ومن ضمنها ايران وامريكا وغيرها وغيرها، حتى دول خليجيه، احنا لا نستبعد احد من هذا المكان، لا، كل الاحزاب، كل حزب اللي موجود حاليا بالعراق ويحكم هو ده يخدم دول خارجيه، وانت لا. تعرف وكل الناس تعرف. ما تصير لهم حل، الى انا اقول لك حلنا الوحيد ازاحه هاي السلطه. موضوع المطار اخويا موضوع يعني موضح امور كثيره والله، يعني ما تنحكي. صحيح. انا بس يعني اكتفي حضرتك بهذا القدر سيد ابو احمد، لانه حقيقه مثل ما تفضلت مطار بغداد ملف وحده، ما اصلا ما ينتهي بحلقه وحده وما تكفي حلقه، لكن احنا تكلمنا اليوم عن الخطوط الجويه العراقيه، وهذه فضيحه من فضائح هذه الشركه اللي كانت في السابق شركه رصينه، اليوم اصبحت من أسوأ ما يكون. دعونا ننتقل الان مشاهدينا فيما تبقى من وقت الى موضوع اخر لدينا ضمن هذه الفقرات. ناشطون في محافظة البصرة نظموا وقفة احتجاجية في ساحة عبد الكريم قاسم للمطالبة بالإفراج عن الناشط المدني المعتقل أحمد مهلهل اللي اعتقل منذ أكثر من شهر، وهم طبعا تظاهروا أيضا رفضا لسياسة تكميم الأفواه والاعتقالات التي تشهدها البصرة خصوصا. الجدير بالذكر أن الناشط أحمد مهلهل بحسب المقربين منه وبحسب من تظاهروا أيضا تعرض للتعذيب داخل السجن خلال الأيام الماضية. هذا الموضوع تسبب بكسر أحد أضلاعه ويعاني الآن من صعوبة في التنفس بحسب مقربين من أحمد. خلونا نسمع. الرحمن الرحيم، يستمد الوعيدين شباب البصرة حملات الاعتقال وترهيب عوائل الناشطين التي تمارسها الحكومة المحلية بحق الناشطين وأصحاب الصوت في البصرة، وتعقد نهضة سابقة خطيرة تؤسس إلى دكتاتورية تسعى إلى تكميم الأبواب التي تنتقد الواقع المزري في محافظة البصرة بإعلام تقليدية ودعاوى شخصية من خلال استخدام عمودهم. ومن هنا نطالب من القضاء
العادل أن يكون على قدر المسؤولية وينصف المحتجين، وإن لم يبقى لنا سوى رجال القانون نلجأ لهم في هذه الظروف الصعبة. الحرية تحت الحذر، الحرية تحت الحذر. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة صندوق الوارد. لدينا رسالة وردتنا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، دعونا نقرأها سريعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن النازحون العرب من محافظات صلاح الدين، ديالى، الأنبار وبغداد في السليمانية مدينة حلب شتازة. نعاني من عنصرية باعة غاز الطبخ المتجولين، حيث يرفضون بيع الغاز لأي مواطن نازح من العرب أي من المحافظات المذكورة أعلى، وهذه مشكلة، فنرجو إيجاد حل عن طريقكم أيها الكرام. نتمنى هذه الرسالة توصل إلى من يهمه الأمر في شمال العراق. يكفي ما عانوه هؤلاء من بطش حكومي، من ميليشياوي، من داعش، لا تكملوا عليهم أنتم أيضا بهذه الطريقة، بهذا التعامل. في النهاية أنتم أبناء بلد واحد، شئتم أم أبيتم، العراق للجميع. فيعني ذول الناس طالعين من مصائب، تركوا منازلهم ومناطقهم مكرهين على هذا الموضوع، فلا تكملون عليهم ولا تزيدون معاناتهم أكثر، الوضع لا يحتمل. مشاهدينا بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه من خلال منصاتنا الموجودة والمنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة والتابعة لقناة الرافدين الفضائية. خلونا ننتقل إلى الانفوغرافيك لدينا في هذه الفقرة. طبعا مشاهدينا الكرام، في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على آفة المخدرات التي اجتاحت العراق ونهشت المجتمع العراقي، لنشاهد. الآن ننتقل إلى تويتر في آخر الفقرات لدينا في هذه الحلقة اليوم، هو الوسم وينهم، هي حملة أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا موقع تويتر لتسليط الضوء على رفاقهم المغيبين من الناشطين المتظاهرين، وطالبوا بالكشف عن مصيرهم، وذلك بسبب الكلمة الحرة اللي أخفتهم، بالإضافة إلى نقل معاناة الشعب ومشاركتهم بالتظاهرات المطالبة بالحقوق. تم تغييب هؤلاء من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات التابعة للأحزاب. خلونا نعرض بعض التغريدات بشأن هذا الموضوع. كاظم مهدي يقول: حكومات متعاقبة وسنين عدة ومصيرهم غير معلوم وأعدادهم بازدياد، فيا ترى المغيبين وينهم؟
تغريدة من مصعب الناصري يقول: بالرغم من فشلهم الكبير في إدارة الدولة، توالت الحكومات المتعاقبة على استخدام سياسة تكميم أفواه المعارضين بقتل وتشريد وتغييب الكثير من الناشطين داخل غياهب السجون، ابتداء بجلال الشحماني وليس انتهاء بباسم الزعاق. لن نتوانى لحظة في كشف مصير أحبتنا وأصدقائنا. في تغريدة من محمد تروي يقول، أو تروي، محمد تروي: لا واحد ولا اثنين، أعداد كبيرة من الشمال إلى الغرب مرورا بالوسط ثم الجنوب، العراق أصبح بلد الشهداء والمغيبين. آخر تغريدة مشاهدينا من رائد المعموري يقول: وينهم؟ بحت الأصوات وهي تنادي بالمغيبين قسريا منذ سنوات، ولا يزال صدى ذلك الصوت يتكرر، وينهم؟ بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.